مشاهدينا خلينا نسحب السحب الثاني والجائزة، خلينا نذكر مقدمة من قناة اقرأ الفضائية بقيمة 1000 ريال سعودي، والسؤال كان هو ما هو لون الرئتين السليمتين؟ طيب عندنا دقيقة عشان تحاولوا تركزوا في الإجابات، يلا قدامكم دقيقة وأنا حسوي تحديث. يعني زي ما انتم شايفين في ناس بيقولوا وردي، في ناس بيقولوا وردي، وكثير بيقولوا وردي، بس ان شاء الله مين حيكون معانا الفائز؟ الله اعلم. فين الاجابه؟ يكون متابع لقناه اقرا الفضائيه باسم صريح، ويعمل ريتويت للمسابقه والاسئله، ويكون مركز في الشروط تبع المسابقه. يلا 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 باقي 22 هذا الحقوا. يلا كثفوا 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 مشاركات عشان تحاولوا تفوزوا معنا في السؤال الثاني بجائزة بقيمة 1000 ريال. لون الرئتين جائزة بقيمة 1000 ريال. 9 8 6 5 4 3 2 1 خلاص. مين يا مراد؟ يلا آمنة الهاشمي. آمنة مبروك. شوف استنى شوف تأكد صح متابع لقناة ولا اقرأ؟ لا متابع لقناة اقرأ؟ متابع لقناة اقرأ؟ ليست متابعة لقناة اقرأ. يا ايش قلنا يا أمينة؟ يا أمينة راحت عليك الجائزة عشان انت ما ركزتي انك انت تتابعي الانفوجرافيك تبع الجائزة وشروطها. ناخذ برضه ودقيقة ثانية على الهواء. يلا يا جماعة كثفوا إجاباتكم وركزوا، لازم تكون إجاباتكم صريحة واسمكم صريح بإجابة صحيحة، وتعملوا يعني متابعة لقناة اقرأ وصفحة قناة اقرأ في تويتر، وكمان تتابعوا وتعملوا ريتويت للسؤال. يلا شوف مين فالو طيب اليوم. يلا 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 معاكم دقيقة. يلا هنذكر تاني زي ما قلنا لازم تفوز. يلا هذه فرصة أخيرة. فرصة أخيرة دقيقة واحدة بس، فرصة أخيرة عشان تشاركوا. لا تنسى متابعة القناة وريتويت، متابعة القناة وريتويت. لسه نص دقيقة. يلا نشوف مين سعيد الحظ مع أيمن اليوم. أيمن ها فوز هذا. ها أي صح، احنا ما ينفع نشارك هذا. بس الناس ما شاء الله كلها وردي 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 وردي. الكل جاوب. لا احنا حنصاحبها بعد كده خلاص. والله كل الناس جاوبوا اجابات صحيحه. 10 خلاص 9 8 7 ايوه 6 4 3 2 1 اختار يا مراد. يلا نقول بسم الله ونشوف. عبد الرحمن العمري. العمري نشوف. طيب متابع لقناة اقرأ؟ متابع لقناة اقرأ؟ متابع لقناة سلام عليك يا عبدو. والف الف مبروك ل الله الله عليك يا عبدو لفائزنا الثاني عبد الرحمن العمري، جائزة مبروك بقيمة 1000 ريال. الف الف مبروك يا عبد الرحمن العمري، وان شاء الله خلال هذه اليومين حتوصل. فالك طيب يا عبدو، فالك طيب خلال الحلقة ان شاء الله. وكلمنا على الخاص على تويتر، ابعث لنا معلوماتك بالانجلس عشان توصل لك بكره ان شاء الله. والجوائز كان ايش الجواب يا مراد؟ كان ايش الجواب؟ الجواب كان اللون الوردي. اللون يعني الوردي واضح للناس. انا قاعد اقول تيرم تيرم تيرم، كنت حجيب الاغنيه يعني. وهذه يعني احنا اسئلتنا بسيطه، احنا نبغاكم تفوزوا معانا. وانا صراحه لابس, لابس نفس اللون نفس اللون يعني انا لابس عشان السؤال ده عشان السؤال ده عشان السؤال ده بس. الف الف مبروك يا عبد الرحمن العمري، حاول ترسل لنا بياناتك على الخاص، وان شاء الله فريق القناه المخصص لهذه الجائزه حيكلمك عشان يرسلوا لك، عشان ترسل لك الجائزه في وقت قصير وتستفيد منها في رمضان.